مفكر غلط، وفي ناس بتشوفه سترة وبتشوفه احلى من التعليم بكتير. بكل المقاييس فكرة فاشلة، لان البنت هي اللي بتدفع الثمن هي واسرتها. في ناس عشان الفلوس بيتجوز عيالها وهم صغيرين. شفتي قبل كده حالات بنات اتجوزت زواج مبكر؟ انا متجوزة زواج مبكر. انت اتجوزتي زواج مبكر؟ طب احكي لي، طب القصة. والحمد لله تمام الحمد، بس دلوقتي الايام اللي احنا فيها ما ينفعش، زي ما كانش زي دلوقتي. كان في حالة معينة اتجوزت تقريبا كان عندها 14 سنة حاجة زي كده يعني، بس هي ما كملتش. يعني بنت اتجوزت واتجوزت مرتين كمان، يعني كانت لسه في اولى جامعه كانت متجوزه حوالي 3 مرات. والله انا بنت اختي اتجوزت صغيره شويه دلوقتي، بتقول انا عايزه اموت نفسي. في عندي صاحبتي اتجوزت وهي داخله تانيه اعدادي، والله اكبر دلوقتي مع كريم، بس مش مبسوطه. ايه المشاكل اللي حصلت لها بعد الجواز؟ يعني مثلا احنا بلدنا دي يخطبوا مثلا من 12 كده 13 هنا جنب الحمديه، بس طبعا كل دول بيتجوزوا صغيرين، في اللي بيتعب وفي اللي ما بيتعبش. تقليل سن الجواز من 18 ل 16 سنه، ايه رايك؟ لا طبعا، انا بالنسبه لي سن جواز البنت يبقى 25. المفروض 18 سنه عشان تبقى حامله مسؤوليه وتعرف تربي العيال ازاي والكلام ده. البنت بتتظلم، لازم تاخد حقها في التعليم ولازم تاخد حقها في الحياه. لا انا مستحيل اتجوز في السن ده، انا اكمل تعليمي الاول واخلص دراستي وبعدين افكر في الجواز. يعني شيماء ابهرتني انا شخصيا، يعني حسستني قد ايه احنا صغيرين، قد ايه مشاكلنا تافهه قدام بنت عندها 23 سنه واجهت كل اللي واجهته ده، اتجوزت عندها 16 سنه، سرقوا منها كل حاجه وقررت انها تواجه الحياه. شيماء نموذج لبنات كتير، في بنات قدروا ان هم يصلحوا وضعهم، وبنات عاشوا بالجواز المبكر اللي سرق منهم كل شيء وما قدروش يصلحوا أوضاعهم. لكل دول بنقول إنه مش ممكن نكمل كده، مش ممكن يفضل 16% من بنات مصر بيتجوزوا تحت السن ده، 7 مليون بنت، وده أكيد له تأثير سيء جدا على الصحة والإنجاب وعلى الحياة كلها. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيوفي، صديقتي الاعلاميه الكبيره بوسينة كامل، الدكتوره ميسة شوقي المشرف العام على المجلس القومي للطفوله والامومه، صديقتنا ايضا النائبه مارجريت عازر، والمأذونه امل سليمان اللي انا سعيده ايضا انها موجوده معانا النهارده. بوسينة، لما سمعتي شيماء وكان لها كان في حاله رشا، حسيتي بايه؟ يعني قعدت استرجع روايه مريم الحكايه العلويه الصبح الاديبه اللبنانيه، وكانت بتتكلم بالظبط عن البنات الضايعه اللي بيتجوزوا عندهم 12 سنه و13 سنه. انا بتصور انه رشا وشيماء، والله ادوني امل رغم يعني صعوبه التجربه، لكن هم رجعوا وقفوا على رجليهم، ويمكن ده الزمن اللي احنا عايشينه وعندنا قوانين، المهم ما تتعدلش جوه البرلمان لانه في فرق كبير بين انه يعني يبقى في بتقللي سن الجواز، وفرق بين انه ناس تتحايل على القانون وتبقى عارفة ان هي ماشية غلط. ده بيبوظ حاجات كتير قوي في المجتمع وبيفتح الباب على البهلي. لكن
بتصور انه يعني محدش في الاول وفي الاخر برضو رغم من الوجع انه محدش يحمل لحد مسؤولية، كل انسان مسؤول عن نفسه. وانا عندي يا لميس تجربتي الشخصية مع امي. امي اتجوزت وهي عندها 18 سنة، خرجت من الليسي فرنسي في الباشو اللي هو تانية ثانوي، بس يمكن ده كان زمان يا بس بقولك يعني 18 سنة ده قانوني. بس خرجت من مدرستها بعد ما خلفتنا ثلاث بنات، رجعت عملت نظام ثلاث سنوات أدبي، وبعد كده دخلت كلية تجارة وبعدين عملت دبلوم وماجستير واشتغلت فأنا برضو عايزة أقول ساعات المجتمع بيبقى ضاغط والظروف ضاغطة، لكن بقول إنه في النهاية لو الإنسان جري ورا حلمه، وطبعا دورنا كلنا يعني ما فيش حد بيعفي نفسه من المسؤولية، لكن في الآخر للأسف احنا بنطلع لقدام في حاجات بس بنرجع نلاقي نفسنا راجعين في حاجات تانية. ويصعب عليا قوي لما الاقي نائب في البرلمان طالع يقول خفضوا سن الزواج. هنسأل نائبة مارجريت تايزر يعني بنرطم، يعني احنا عملنا 30-6 علشان لما الإخوان عشان يخفضوا لنا السن فيرجع نلاقي نائب. تقدمت بقانون برضو 21 سنة. ايوه يعني معلش قبل ما اروح للدكتوره ميسخ هروح لسياده النائبه. نائب في البرلمان يطالب بخفض سن الزواج ل 16 سنه، انتوا ازاي قدرتوا تقفوا قدام الكلام ده؟ لا انا اعتقد ان كانت مرفوضه تماما، واحنا عندنا 90 سيده في الحقيقه بيشتغلوا بشكل رائع جدا، ويمكن لما واحنا اتفقنا على ده ان احنا هنتبنى في الدورة القادمة مشروعات كثيرة جدا، وعملنا جروب خاص بينا وابتدينا كل منا يعد مشروعات على اساس ان احنا نستطيع ان احنا نعمل لوبي ونستطيع ان احنا نجذب النواب الرجال. لا لكن في نواب في الحقيقة متفاهمين جدا من الرجال بصراحة. هل البرلمان ده محافظ جدا؟ يعني احنا بنتكلم على النواب بيتكلموا على تخفيض السن، تخفيض السن ده هدفه ان انا اقنن على اساس ان في جوازات كتير بتحصل في 16 سنه و17 سنه فما تكونش خارج القانون، ولا هدفه ايه يعني؟ بصي طبعا انا رافضه موضوع ان انا علشان احنا عايزين نرفع عندي السن. مشكله فانا اعمل قانون، ده معناه ان مثلا لو عملت احصائيه ان 27.10% من الشعب المصري بيتعاطى المخدرات فاعمل قانون يجيز تعاطي المخدرات لسن معين؟ لا طبعا بالتاكيد مفيش حاجه اسمها انا عندي مشاكل. انا طبعا يعني اتناقشت مع سياده النائب فقال ان انا عندي في دايرتي عدد كبير من الزواج المبكر، وللأسف الشديد بيحصل حالة وفاة للزوج أو بيخش الجيش أو بيسيبها ويمشي، وللأسف ما بتلاقيش فهو عايز يعمل ده حفاظا على حقوق طبعا في أشياء أخرى نستطيع إن احنا نحافظ بيها على ما يعني ما خالف القانون به سابقا، ولكن نستطيع إن احنا نعمل تجديد للعقوبات في الزواج. والزواج في يعني الزواج له ركن اساسي هو الاشهار. طب ما هم بيشهروه بس بيشهروه بمخالفه للقانون، هنعرف من الـ من الـ من من امل وهي مأذونه دلوقتي. بس انا عايزه اسال دكتوره ميسا، ارقام مصر في الزواج تحت السن الرقم احنا فين؟ الرقم المتاح بيقول 14.5%، كانت اظن الوزيره غدا والي هي وده معلن من البحث الديموغرافي المصري لمصر سنه 2014، ودرسوا فئه عمريه محدده من 15 ل 22. اتجوزوا امتى الفتيات دول؟ اتجوزوا امتى في التاريخ مع تعمل هذا البحث؟ في صعوبه ان احنا نعرف نسبه حقيقيه لان هذا الزواج غير موثق، ولما بتيجي تسالي حد هو عارف ان هو عمل حاجه مخالفه ما بيقولش انا متجوز في سر او متجوز بصوره عرفيه، فتوثيقه صعب. لكن احنا نقدر نرصده بطريقه غير مباشره عن طريق رصد التسرب من التعليم. تسرب من التعليم 4% في اعدادي واقل من 1% في ابتدائي. اغلب الازدجاج دهات بتتم بعد سن 11 سنه، واقصاها على الفتاه نفسها انه يتم ما بين 11 و 14 سنه. كل المترتبات سواء كانت صحيه او نفسيه او اجتماعيه على هذه الفتاه سلبيه وبشده،
وفي مستقبلها لاحقا. يعني هي بتدمر الفتاه اللي عمرها كلها، وزي ما شفتي حضرتك دي حالات استثنائيه اللي قادره على الصمود. يمكن البنت لما بتفقد المسار التعليمي بتاعها الان عندها فرصه في مدارس بنسميها المدارس المجتمعيه والمدارس الصديقه للفتيات. فرق بسيط بينهم تعليمي، ان المدارس الصديقه للفتيات بتتيح للبنت انها ترجع مدرستها، المدارس المجتمعيه هي بتاخد شهاده وبس. ايه اللي بيمنع البنت انها لما تتجوز جواز عرفي تبقى موجوده في المدرسه؟ انا مش لاقي حد يرد عليا في هذا السؤال. لكن انا عايزه اقول لك على رقم غريب جدا، يعني النسب بتتضاعف، نسبه النساء المتزوجات من 15 في السن، يعني 15 ل 49% 33 كانت 33% سنه 95 بقت 64% سنه 14. طبعا ده الجهاز المركزي التعبئه والاحصاء على فكره. نسبه الفتيات المتزوجات قبل السن 18 سنه يعني 94%. لا 64% من الفتيات اللي بيتجوزوا في ما بين السن ده اللي هو ما بين 15 في السن الصغير. الاحصائيات المسح الديموغرافي المصري هي الاحدث سنه 2014 بتقول 14.5%. دي اللي نرتكن اليها. يمكن يوم 30 يطلع النتيجه بتاعه يوم السبت ان شاء الله. التعداد هتدينا قراءات مختلفه، لكن هرجع واقول ان مفيش حد متجوز عرفي بيقول انا متجوز عرفي، يعني لا تزال الارقام قريبه من الحقيقه. التعداد بيرفع لنا رقم واقعي جدا، بيديني لقطه ديموغرافيه مصر كلها حقيقيا احنا نبني عليها القرارات بتاعتنا. في حته ان انا وانا متجوزه في السر او متجوزه بعد عرفي ويسالوني هخاف ارد. المتوزع في محافظات بعينها، في محافظات معروفه عنها ان فيها الزواج المبكر، القاهره والجيزه والدقهليه. القاهره والجيزه والدقهليه والجيزه اكتر. الجيزه اكتر. الجيزه طبعا الجيزه فيها الجيزه فيها وكره بعينها اللي هي يعني العيار الجيزه جيزه مستاذة ليات ما بيبقاش. لا بس انا عايزه اقول ان 2014 ممكن تكون النسبه زادت قوي، لان كان وقتها السطو الاخواني واضح. لا 2014 يعني كنا خلصنا 13. حضرتك الاحصائيه انت مش بتعمليها في 2014، بتعمليها من عن فتره سابقه فما قبل. فكان في التيار المتشدد الذي كان ينادي بزواج المراه، وده احنا عانينا بيه في المجلس. ويمكن انا اتذكر ان هذا الموضوع كان بيثار في لجنه المقترحات والشكاوي، كنت انا السيده الوحيده اللي موجوده، ووقفت وهاجمت الموضوع ده وقلت لا طيب حضراتكم انتوا، لان طبعا كنت يعني صوت من فقلت لهم طب حضراتكم احنا عايزين فتوى من الازهر الشريف ومجمع البعوث الاسلاميه، ومش ممكن هتمشي غير بكده. طب امل انت مأذونه في الشرقيه. ايوه تمام. من الستات القلائل كنت ايه اول مأذونه غالبا؟ اول مأذونه. انت اول مأذونه مش كده؟ اذكر ان احنا استضفناكي قبل كده. بيجيلك حالات كتيره زواج تحت السن في الشرقيه؟ هقول لحضرتك حاجه، هي دايرتي طبعا الانياب تبع لمحافظه الشرقيه. يعني ممكن اعمل احصائيه في السنه 5% من الحالات اللي بتجيني بيجي يعرضوا عليا ان هم عايزين يوثقوا عقد زواج، بيتخيلوا ان ممكن اديهم قسيمه رسميه. طبعا انا بقعد ابذل مجهود ان انا اقنعهم واقول لهم على اضرار الامر ده والعواقب بتاعته، لان هم بيبقى طبعا نظرتهم مش بيبصوا لقدام، هم باصين ان هم عايزين يتمموا الفرح، ان هم جهزوا الشقه وخلاص كل واحد عمل اللي عليه، فلازم احنا نتمم الفرح في التوقيت ده. طبعا ببذل مجهود. في بعض الناس بتخضع وبتقتنع بالامر ده، انما في نسبه ثانيه اول ما بتخرج من باب المكتب هي رايحه عند اول حد هينصب عليها ويقول لهم هاتوا مبلغ كبير وانا هديكوا قسيمه. طبعا القسيمه دي ملهاش حل غير حاجتين، يا اما قسيمه وهميه يا اما قسيمه مزوره بتاريخ ميلاد مزور. بس مبلغ كبير يعني الاسره اللي هتدفع مبلغ كبير عشان تحصل على وسيقه. هم ما بيكونوش فقراء على فكره، احنا بنتهم ان الفقر بنفتكر ان هم بيبيعوا البنت. لا مثلا. خالص لا لا، ده هم بيبقوا عايزين يفرحوا في سن صغير ان بنتهم اتجوزت في سن صغير، وان هم ممكن تخش كمان من ايه غز الاقارب. ان انا جوزت بنتي في سن صغير وقبل اي بنت في العيله، فشطاره يعني. شطاره، وبيروحوا يدفعوا بال 4000 وبال 5000 رسوم لحد بيديهم قسيمه وهميه او مزوره، وبيرجعوا بقى يحملوا عواقبها بعد كده، او بيسننوا البنت. مفيش في الزواج مفيش تسنين، بيلجأوا لوسيلتين، يا اما بيتجهوا ان هم من الاول يعملوا عقد زواج عرفي خالص ملوش دعوه بالمأذون خالص، وبياخد ايصال او شيكات او شيك على الزوج عشان ايه لحين بلوغ السن القانوني، وبعد كده اجراء عمليه التصادق، او بيروحوا لحد ينصب عليهم يقول لهم انا هديكم قسيمه رسميه. بس القسيمه دي بتكون ما بتخرجش عن حاجتين، اما قسيمه وهميه ما بتروحش المحكمه وما بتاخدش المجرى القانوني بتاعها خالص، او قسيمه
المأذون يعني ضعيف النفس قدام المال بيغير في 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 تواريخ الميلاد، فبيوهم المحكمه ان البنت دي سنها قانوني، فالدنيا بتمشي وبتطلع القسيمه. بتكلميهم تحاولي تقنعيهم بتقولي لهم ليه بتجوزوا البنت صغيره، البنت لسه يعني كتير، وفي ناس بتقتنع على فكره بالنقاش، في ناس بيقولوا بتقتنع. بيقولوا لك ايه؟ انا عايزه اسمع وجهه نظرهم. بيقولوا لك ايه؟ ان هم جهزوا كل حاجه وان هم ما كانوش يعرفوا ان في قانون بيقول كده، وان البنت ما هياش في التعليم فهتقعد في البيت تعمل ايه؟ يبقى احنا عايزين توعية كبيره جدا يا استاذه حسينه. ده اللي انا كنت النقطه اللي انا يعني احنا محتاجين ان احنا نتجه، يعني انا من وجهه نظري شايفه ان احنا ممكن نعالج ولو جانب من الامر. اول حاجه توعيه، الجانب الثاني ان احنا ممكن نعمل، هم الناس دول لما بيحصل لهم كده بيجوني بعد سنه ونص عشان يطلعوا قسيمه اسمها تصادق على الزواج عشان يظبطوا الطفل بقى ايه باثر رجعي. فانا بقول ان لو فرضنا عليهم غرامه في النقطه اول ما تظهر لي قسيمه العرفيه دي عشان اعمل التصادق، طب انت جيت ودفعت فلوس كتير واتنصب عليك بره، ادفع بقى كمان غرامه ان انت خالفت القانون. ما هو في قانون وانا خالفته، يعني في النهايه انا مسكتك اهو بقى خلاص. اه بوسينه، يعني قولي للناس ايه اثر السلبي للزواج المبكر؟ يعني عايزين نشرح، بما اننا بنتكلم على فكره التوعيه فيزيكال، ممكن الاستاذه الدكتوره ميسه تقول لنا الاثر بقى على الانجاب وكده، لكن نفسيا انت بتاخدي من البنت ايه؟ واحنا سمعنا من الحكايه. انا بعتبر كمان يا استاذه لميس انه الموضوع مش بس اثره على البنت او على المراه او على الانثى، الراجل كمان بيظلم نفسه. يعني لما سمعنا شيماء بتقول انا ما كانش في اي تفاهم بينا وانا مش فاهمه اي حاجه، ويعني انت بتضر كمان نفسك وبتجيب للحياه ابناء امهم مش طفلة. مش هتعرف هيك المسؤوليه. فهو فكره كمان سرقوا طفولتي دي بتوجع جدا يعني. والاساس يا لميس انه لو احنا يعني التسرب من التعليم هو سبب رئيسي للتزويج المبكر، البنت قاعده في البيت ما بتعملش حاجه فطب نجوزها بدل ما يقع. لو قدرنا ان احنا نعمل ضوابط اكتر على عدم التسرب من التعليم، بعتقد ان يمكن التحكم في الظاهره دي اكتر. هي النسبه الكبيره فعلا اللي بتجيني مش متعلمه، اللي عايزه تتجوز في سن ال 16 وال 17 مش متعلمه. بس فكره ان هم مش 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 يعني حالتهم الماديه مش قليله، حالتهم الماديه ده بيتطلب اللي بيوثقوا بقى. انا موجوده في الواقع العملي، لا مش فقراء، لا دول اللي بيجوا. هي بتبقى البنت ممكن التوعيه جوه الاسره يعني الاهتمام بالتعليم مش قوي، هم اغنياء بس ما عندهمش نقطه الاهتمام بالتعليم، فالبنت اتسربت من التعليم فبتبتدي الام بقى اقول لك اجوزها بقى وافرح بيها. دكتورة متجوزة حد غني. انا بس عايزة اقول ان اكبر نسبة طلاق هي في الزواج المبكر. كمان بيجوا بتفشل الحياة بسرعة. نسبة للأسف الفشل ده بيؤدي الى اولاد الشوارع او الاولاد اللي احنا بنعاني منهم وبنعتبرهم قنبلة موقوتة. ما هم دول نتاج اولاد بنات الشوارع. اولاد او بنات الشوارع. لا الاطفال بقى انا بشوف القضيه دي بصوره ثانيه. قصدك اللي هو نتاج الخلافات الزوجيه بيحدث طبعا، وبالتالي نسبه كمان المعاقين وصحيا للطفل. طبعا حضرتك اقدر مني في ده، لان كل تقريبا في احصائيه بتقول ان كل خمسه بيجي منهم ثلاثه غير اصحاء. طب دكتوره هنا بقى انا عايزه اعرف الاثر، اولا ده بيأثر ازاي على زياده السكان اللي احنا بنواجهها؟ بيأثر ازاي على صحه الام لانها في سن معين بتبقى لسه غير قادره على الحمل والولاده؟ اولا الزواج المبكر سبب من اسباب الزياده السكانيه ونتيجه من ضمن النتائج السلبيه للزياده السكانيه. سبب لانه كل البنت ما بتتجوز بدري بيبقى فرصها في الحمل اكتر ومعدلات الانجاب بتاعتها اعلى. فبالتالي بدل ما بتخلف طفل او اثنين ممكن تخلف 7 8 9 وهي 7 8 9 تخلف اكتر في لحد 11 كمان. كل ما تتجوز بدري تخلف. رشا كان عندها كام سنه وحاجه و20 سنه ولا 36 سنه عندها طفل في ولد فيها فرصه زي 6 7 ولو الزواج استمر يبقى عندها 5 6. لما بتكون البنت متسربه في التعليم بتتصور في هذه المجتمعات انها كل ما تخلف اطفال اكتر كل ما تربط جوزها بيها اكتر. فده بيبقى عندها سلاح ان هي تضغط بيه انها بتخلف ومعاها اولاد كتير فهي ضامنه جوزها جنب منها. الناحيه الثانيه اللي بيخلفوا اطفال كتير بيلاقوا انه من السهل يجوزوا البنات بدري في باكج يخلص منها بدري عشان هو مش قادر يصرف على العدد اللي هو خلفه.
فهي نتيجه لزياده سكانيه وهي سبب من اسباب هي الجوة. نتيجه هي وسبب نتيجه وسبب ودي دي حاجه قاسيه. انا معايا اتصالات هاتفيه كثيره. سالي اتفضلي. سالي يا سالي. طيب ولاء. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام اهلا بيكي اتفضلي. اي اهلا وسهلا. قولي لي قولي لي والله حضرتك يا استاذه رميس الحكايه مش حكايه مثلا ان الاهالي مثلا يعني بتخلص من عيالها وكده. هو ده بيبقى عادات وتقاليد في سلو البلد يعني. انت منين انت منين يا ولاء؟ انا من الغربيه. واتجوزتي صغيره؟ لا 18 سنة. انتوا بتقولوا عليه ان هو القانوني. بس الحكاية بقى ان في مثلا مشاكل في بيبقى برضو بتشيلي حمل مسؤولية كبيرة عليكي طبعا. يعني انا بقول مثلا الواحدة تشيل المسؤولية مثلا على سن ال 28 كده وانت طالعة. يا ستي 25 حتى. ده كده يعني بلاش 28 هيقولوا كده عن ناس. خلينا في ال 25 يا ولاء يا رب. 20 ده انا عامل قانون 21 ومش خلينا ال 25 ما تزعليش نفسك خالص. قولي لي يعني انت حسيتي بايه وانت 18 سنة اتجوزتي خلفتي على طول؟ احساس الحمل ده عامل ازاي؟ ايوه خلفت على طول معايا زياد 10 شهور دلوقتي. هو الحمل كبير والمشاكل بتكتر يعني. كملتي تعليمك يا ولاء ولا لا؟ لا انا اخر دبلوم صناعه يعني حاولت اكمل مفيش. وحاولت كمان يعني جالي شغل برضو ما ينفعش. انت دلوقتي بقيت مسؤوله طبعا ما ينفعش. ايه اكتر حاجه يعني ضايقتك في قصه الزواج اللي مش عايزه اقول لك نكدت عليكي؟ ايه اكتر حاجه حاسه انها لو عندك بنت مش ممكن هتجوزيها بدري ليه؟ طبعا انت بتتجوزي مش بتتجوزي للشخص ذاته. يعني احنا عندنا هنا لازم ام وابوه. طبعا عشان تفهم في حماه وفي عمه. لا انا فاهمه هي تقصد ايه. هي مش اتجوزت الشخص بس، لان انا في الارياف والمس ده كويس قوي. هي اتجوزت حماتها واتجوزت عمتها واتجوزت سلفها ان هي تخدمهم وتقوم بالتزاماتهم. ايوه هي الحكايه كده صح يا حبيبه قلبي. فهو يا حبيبه قلبي هي ما بتكونش بتشيل مسؤوليه جوزها او الطفل. يا ريت ان هي يسيبوها بس كده. لا ده يا ريت بتخش الدار بمعنى اصح. جايبين يعني هم بيشتروا خدامه بثمن بسيط زائد ان كمان زوجه للفراش. شكرا يا سيدي. معلش انا اسفه في اللفظ بس. لا 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 بالعكس ده هو لفظ دقيق. شكرا يا ولاء انا اسفه. ياسمين اتفضلي. ايوه معاكي. ازيك يا مدام لمين؟ اهلا بيكي يا ياسمين اتفضلي حبيبتي. خدامه ببلاش وشرعي. اتفضلي يا ياسمين احكي لي حكايتك. معاكي. انا اتجوزت وانا عندي 17 سنه. كنت في اولى ثانوي تقريبا. وبعديها بسنه جبت ياسين ابني وبعديها سلمى. وجوزي اتجوز عليا ورماني عند مامتي. اتجوز عليكي ليه؟ ده انت صغيره وفل اهو جايبه له عيلين الحمد لله. ما اعرفش يعني انا كنت عند مامتي كده زياره وفوجئت ان هو بيتصل بيقول لي انا اتجوزت. عشان انا صغيره فانا مش ما اعرفش يعني ايه جواز، ما اعرفش يعني ايه راجل، ما اعرفش يعني ايه مسؤوليه. فاتجوز. المشكله بقى مش في كده، المشكله ان انا دلوقتي مش ست بس او ام بس، انا بقيت الست والام والاب والاخ والعم وكل حاجه لاولادي. لانه طبعا تسلل من مسؤولياته وقال انا ماليش دعوه بيهم وانت اتصرفي بقى شوفي هتتركي عليهم ازاي. انت لما جم يجوزوكي وانت عندك 17 سنه كنت مبسوطه فرحانه؟ قرايبكم كلكم بيتجوزوا، البنات في العيله كلها بتتجوز، ولا كنت خايفه؟ لا هو انا يعني احنا من عيله الحمد لله مبسوطه ومامتي كانت ظابط وبتاع. فلا انا اللي كنت عايزه، انا كنت ما عايزه اتجوز. ليه؟ عشان في الابهار. مدام حسينة بتقول لك ليه؟ عشان فعلا ليه يا ياسمين كنت عايزه تتجوزي ليه؟ عشان البيت ما كانش في مستقر يعني. كان بابايا ومامتي على طول في خناقات وزعيق، هروب من المشاكل. يعني انا واختي يعني اول عريسين اتقدموا لنا وافقنا بيهم. وبعدين هي رمت نفسها من حفره لتحطيره زي ما بيقولوا. دي حقيقه صح. شكرا يا ياسمين وربنا معاكي. ودي نزقاء اذا كنا لمسنا اتكلمنا على بتهيأ لها بتنخدع بالكلام الجميل اللي بيقوله العريس وبالهدايا اللي بيجيبها العريس. هي بتتخيل ان الحياه ورديه للاخر. لا طبعا ده الحياه مش بس كمان يا استاذه امل. هنا لمسنا قضيتين. اول حاجه اطفال الشوارع فعلا
كل الدراسات بتقول التشتت الاسري طبعا احد اسبابها الاساسيه، لان ممكن بيجي لها كذا زيجه في سن صغير، فده مش عايز ولاد ده وده مش عايز يعني ولاد ده، والاطفال بتتسرب للشيء. واحنا بنتكلم على البنات اللي بيرموا نفسهم في اول فرصه برضو العلاقه بيهيئ ليها ان هي هتعيش السعاده الورديه، وده للاسف لا طبعا. شيماء اتفضلي يا شيماء. الو. ايوه يا شيماء اتفضلي حضرتك. بصي انا بحييكي على الحلقه اللي انت عاملاها، بجد بجد حلقه جميله جدا. ميرسي. وكنا محتاجين ان حد يطلع يتكلم عننا بالصوره اللي بتتكلمي عنها. ليلي عندكم ايه؟ احكي لي حكايتك بقى. انا اولا كنت مخطوبه من اولى ثانوي. كان عندك كام سنه يعني؟ 17 يعني كان ساعتها. اقل، لا اقل من كده بكتير. 16 بقى. مثلا. واتجوزت وانا 15. 15 سنه. مخطوبة من عندك 15 سنة، ده ايه النكد؟ 14. لا والمخطوبة ده نكد يا جماعة، نكد انك تخطبي ب 15 سنة ده. ما شاء الله 15 يعني ايه ده؟ كملي يا شيماء. يعني كان المفروض ان انا هخلص بقى الدبلومة واتجوز. ربنا ما قربش وانفصلنا واتجوزت على سن 19 سنة. ده انت كبيرة 19 ده كبيرة. انا كده بقى كنت كنت بالنسبة بقى لوالدي ووالدتي انا كده كبرت وعجزت وحاجة وحشة. عنستي بقى. بس المشكله فعلا في ان انت تتجوزي حد من، يعني هو انا سعوديه بس عايشين في مصر، بس الفكر الصعيد. جوزي برضه صعيدي، فطبعا انت عايشه في جو الصعيد كله، اللي هو الجواز اللي لازم تتجوزي صغيره ومسؤوليه البيت والعيال والقرايب، ان فعلا انت بتبقي خدامه ليه ولاهله. 19 سنة دي برضو صغيرة برضو. لسه طبعا على فكرة لسه خارجة من سن الطفولة، اللي مش من الدين ان الزوجة تخدم في ايه بيت هنا او حاجة. قولي لي يا شيماء اصعب حاجة وديني يا جماعة، احنا فاهمين صغيرة كده جدا في النقطة دي. بصي يا لميس صدمة يعني بيعتبروا من الطاعة ان الست تخدم حالها. نسمع نسمع يا امل معلش. قولي يا شيماء. صدمة المسؤولية انك تبقي مسؤولة عن زوج وعن امه وابوه واخواته، دي لوحدها صعبة طبعا. وانت عندك اني انا كنت عايشة في مصر واتنقلت اتجوزت في الصعيد، فانت عارفه يعني ايه بقى صعيد وقريه وامكانيات محدوده في كل حاجه. اي حاجه ويعني انا كنت واخده دبلوم وللاسف كان نفسي اكمل ما قدرتش اكمل حتى بعد الجواز. انا بقالي 11 سنه على فكره متجوزه. يعني بعد الجواز ما فيش حاجه اسمها مشروع، ما فيش حاجه اسمها شغل، ما فيش حاجه اسمها خروج، انت ما زلت عايشه لي والاهل. الحمد لله انا جيت عشت في القاهره تاني بعد فتره من الجواز اللي ما قدرتش اتاقلم على الوضع هناك، بس للاسف متجوزه في مصر بفكر الثاني. شكرا يا شيماء. انا عايزه اعرف احنا اللي قاعدين كل واحده تقول اتجوزت وعندها كام سنه؟ امل انت اتجوزتي عندك 22 بعد ما خلصت الجامعه. بابا ما سابنيش الا لما يعني انهيت دراستي الجامعيه، وده كان شرط اثناء الخطوبه. انا اتخطبت وانا في الجامعه بس خلصت في بابا. انا 27. ليش شكلها يطلع. انا اتجوزت بعد ما خلصت الامتياز في كليه الطب 26 سنه. بصي انا في عقد قراني كنت قاصر اتجوز، يعني اتجوزت 21 بس انا عقد قراني كان عندي 20 سنه، كنت صغيره قوي. دي عشان كانت قصه حب عنيفه يعني. لا وبصراحه ما افكر يا لميس برضو كانت علاقه استثنائيه مع شخص استثنائي. بالعكس وهنا والله العظيم برضو لانه المكالمه مهمه قوي. انا برضو ابويا يعني كان شخص جميل جدا، بس كمان لا ما تعمليش، لا ممنوع ممنوع ممنوع. وكان جزء من فكره الجواز اللي هو لا انا عايزه اخرج. كلنا عايزين حريه. ده 27 وكلنا عايزين نخرج. مش بتبقى حريه على فكره، ده باخد اميره بس يا استاذه. ده 27 سنه وكلنا كنا عايزين نخرج من البيت عشان القيود، عشان اللي هو بتروحي الساعه كذا والكرفي الساعه كذا والباب البيت هيتقفل. رغم ان احنا كنا يعني جادين قوي، احنا كنا واخدين البلاد عرضا وطولا. اميره اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي. انا مبسوطه جدا من الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي فيه النهارده، الموضوع ده مهم جدا. قولي لي. انا على فكره متجوزه برضه صغيره 18 سنه. كام يا اميره؟ 18 سنه. اوكي 18 سنه. 18 سنه. وايه معاناتك بقى في الجواز ده الصغير؟ ما انا لسه اقول لحضرتك، انا الحمد لله يعني ما عنديش معاناه، لاني انا اتجوزت ليا مامه جوزي عرفتني كل حاجه اول ما اتجوزت، ومامتي برضو عرفتني كل حاجة، فحسيت ان انا يعني كبيرة شوية في عقلي وفي تفكيري،
بقى هما بيعرفوني لما بيحصل مشكله، وكنت بقول بس لهم. بس افتقدتي ايه يا اميره؟ يعني ايه اللي انت مفتقدتيه وانت او يعني بدري قوي؟ هو بالنسبه للمكان اللي انا عايشه فيه مش بدري. يعني طب كملتي تعليمك؟ كملتي تعليمك يا اميره؟ كملت، انا معايا دبلوم ما كملت. دبلوم سنه. شكرا يا اميره. ناديه معانا 18 سنه. دي لازم تحكي. 18 سنة؟ طب نادية هاخد نادية وبعدين ارجع لمارجريت عاوزك. نادية. الو؟ ايوه يا نادية اتفضلي. بس كملت. مساء النور، اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. قولي لي اتجوزتي بدري يا نادية؟ 15 سنة. 15 سنة؟ من القاهرة. احكي لي بقى انت منين؟ انا من القاهرة. من القاهرة؟ وايه اللي جوزك 15 سنة؟ ايه اللي حصل؟ اما اهلك جم قالوا لك ليه؟ 15 سنة دي عددية. نادية، انا اصلا كان والدي متوفي. فاتجوزت بقى بدري، يعني نصيبي. كنت لسه في تانية اعدادي. احيانا تانية اعدادي. انت كنت مبسوطة وانت بتتجوزي ولا كنت خايفة ولا كان ايه احساسك؟ انا كنت فرحانة. اي حد اي طبعا بنت بتبقى فرحانة بس لما بقى بتحس بالمسؤولية بعد كده. لو العلاقة حلوة تبقى فرحانة، مش حلوه هتبقى زعلان. يعني ناديه انت حاسه انه انت بقالك كام سنه متجوزه؟ كده 27 سنه. ما شاء الله. وعندك كام سنه دلوقتي؟ 42. ويعني ايه اللي حاسه يعني التجربه دي تخلي بنتك تاخدها ولا تقولي لها لا؟ لا طبعا، لا طبعا. ليه؟ بنت لا ما تتجوزش قبل 25 سنه. ليه؟ مسؤوليه واولاد. انا خلفت اول واحد كان عندي 16 سنه. مسؤولية ولاد ومن سن 35 وانا تعبانة وجسمي جسمي متأثر بالمواضيع دي. طب يعني بشكرك يا نادية. انت اتجوزتي عندك 18 سنة؟ يعني انا اتجوزت 18 سنة بس كان ليا ظروف، ان كان والدي توفى واحنا صغيرين وكنا ثلاث بنات وكانت المسؤولية كبيرة جدا، بس اشترط ان احنا اكمل تعليمي وان انا وبالفعل يعني اشكر ربنا ان انا زوجت، يعني جوزي كان شخص متفاهم جدا وعشنا اسره، يعني كان جوزي بيدفع بينا الى النجاح. خدت يعني خدت بكالوريوس تجاره وخدت ماجستير ودخلت كليه حقوق وانا معايا اولاد، وانا عايزه اقول لك ان انا كنت حامل في اولى تجاره وفي اولى كليه تجاره. بس دي تجربه تخلي بنتك تعملها؟ لا لا، انا بنتي ده زمن غير مهندسة. الزمن ده زمن غير، يعني انا بنتي خلصت هندسه ثم اتخطبت. ويعني هو المثير كمان يا استاذه مارجريت، بس احيانا مش ما اقدرش احكم على تجربه ناجحه اعممها، ده بيبقى استثناء. انا اعتقد ان لا انا بس لظروف لظروف اسريه ولظروف. ايوه ما هو كل اسره بتقول انا عندي ظروف. اللي عندها ظروف لا، بس اللي انا لفت نظري لميس انه مجتمعنا بقى فيه التناقض حاد جدا. يعني بلاقي بناتنا المتعلمات اللي درسوا بالعكس ممكن حتى يقول يعني لا احنا مش عايزين نتجوز. في بنات كتير طبعا انه مش عايزين نتجوز، وعلى الجانب الاخر بنات كل حلمها هو الجواز. يعني المجتمع ده لازم يعني يمتزق شويه ويتسق شويه، لاننا لا هو البديهي البنات عايزه تتجوز. الخطاب الثقافي البديهي الفسيولوجيكالي البنات لازم تكون عايزه. احنا عندنا ما بين الزواج المبكر جدا وارتفاع، مش عايزين زواج، احنا مش عايزين زواج، الحياه ظاهرتين، مش عايزين زواج، رافض للزواج. انا سريعا بس عشان السوشيال ميديا وتقريبا وقتي خلص، منى بتبعت لي تقول انا بقى اتجوزت وانا عندي 15 سنه ونص، يعني بقالي 32 سنه جواز، يعني اشغال شقه، مش قادره اتكلم اكتر من كده عشان لما بفتكر عمري بحزن. حد تاني بعد زواج في سن 15، مش سجن، هو حكم بالإعدام على طفلة طبعا وعلى تجربتها طبعا. الزواج المبكر مسؤولية كبيرة ولازم المرأة والرجل يكونوا على قد المسؤولية. الناس كتيرة الحقيقة بعتين لي عن تجارب كتيرة جدا. الجواز بدري يعني كمية. وعلى فكرة بس عشان نبقى واثقين ان الشرع اساسا لم يحدد سن للزواج، ومعانا مأذونة بنقول في عقد القران بنقول
البكر الرشيد. والرشد هنا ما معناه 21 سنة مش دون هذا. وكل الأديان السماوية ما حددتش سن، يعني بعض المتشددين بيقول لك البلوغ، ما انا وانا بعقد القران كنت اقول البكر البالغ، لكن انا بقول البكر الرشيد. والرشد هنا الادراك وما معنى الزواج ومعنى مسؤوليتي ومعنى اني استطيع ان اقود. كمان عايز اقول حته صغيره جدا، ان القانون لا يعطيني الحق في اداره اموالي وانا عندي 18 سنه، ما بيدهنيش اللي عندي 21 سنة، فما بال الأسرة اللي هي نوال المجتمع. طيب كلمة أخيرة أمل. أنا بتمنى إن الدولة تعمل توعية أكبر للمجتمع، عشان النسبة الصغيرة هي نسبة مش كبيرة بالنسبة، يعني أنا بالنسبة لي لمسة ده النسبة مش كبيرة قوي للدرجة، إنما برضو إحنا عايزين نزيد من التوعية، وده بيعتمد على برضو خطاب الديني. يعني في ناس كتير بتاخد لا ده أنت مادام هتجوز كبير يبقى أنت ضد الدين، لا انا عايزه ازود خطاب ديني يقنع الناس ان انت لما بتنتظر وبتستمع لاولي الامر وبتستمع للراي الطبي وبتستمع للراي الاجتماعي، في النهايه انت بتجوز بنتك وهي قادره على فتح بيت. فالتوعيه هتدينا ناتج احسن ما ندي قانون نقنن غلط. يعني عضو مجلس الشعب هتكلم على كدوله احنا بنعمل ايه. احنا اول حاجه عندنا التوعيه تيجي من نمره 1 لحد 80، عبء التوعيه 80% منه الرساله التوعويه لزواج المبكر غلط قبل 18 سنه، على المنحى الصحي والاخطار بتاعته وعلى المنحى الاجتماعي والتعليمي. تدخل تاني مهم انه حال ما البنت تعرف ان اهلها ناويين يجوزوها بدري على غير رغبتها، ده في الاغلب الظن، بيجي بلاغ للخط نجدة الطفل 16000، او احنا آلية الرصد بترصد من الاعلام ان في طفلين طالعين في مشهد بتاع كوشة، وكوشة لونها بامبا وكوشة لبني، انه في حالة بتحصل، فبيتتوجه لجنة الحماية للإيعاظ للوعظ ان ده غلط وان ده لازم يتأجل، وان في الوقت الحالي ده بيشكل خطورة على الاستقرار الاسري، وعلى بنحاول نوقف دهوت بقدر المستطاع. الجزء التأهيلي اللي هم البنات اللي اتجوزوا التأهيلي، انه في عندنا مدارس الصديقة للفتيات ومدارس المجتمع بتاخد البنات يكملوا سلك التعليم بتاعهم، ده مهم. وسعينا اخر حاجة 30 سنة. بصي انا وانا في نشرة الاخبار لما بشوف الوزيرات ومثلا الاقي دكتورة هالة سعيد نازلة ومعاها محافظ جنوب سيناء وشيوخ القبائل، اقول الوجود هؤلاء النساء في المواقع القياديه بيزود الحلم. طول ما نزود الحلم عند الاب ان بنته دي ممكن تكون حاجه مهمه هيخاف عليها ومش هيهدرها كده ولا هيمنحها من التعليم. يعني بقول لكل اب بنتك دي كنز عندك، وشوف حواليك ستات نجيبات ممكن يحققوا حاجات مهمه، فما تفرطش فيها وتعرضها لتجربه بائسه يائسه. انا مش متخيله يعني واحده عندها 15 سنه و16 سنه ولا 17 سنه انها تتعرض لهذه التجربة المرة. أنا بشكركم شكرا جزيلا، بشكر كل الستات اللي شاركوا معايا من اللي جم معانا أو اللي على التليفونات. زي ما بوسينة قالت بنتك كنز، خلي بالك منه، الكنز ده لازم يكبر ولازم ينور ولازم يفتح، علشان هو ده اللي هيسندك. اوعى تفكر دايما ان الولد هو بس اللي بيسند، البنت ياما سندت اكتر كتير من الولد. اشكركم شكرا جزيلا. بحيي تاني المراه السعوديه اللي حصلت على حقوقها او جزء من حقوقها مؤخرا النهارده، وده كان خبر سعيد بالنسبه لنا. وبكره هنعيد حلقه الاستاذ عماد الدين اديب. اشكركم، وهذه لميس الحديدي تحييكم، تصبحوا على خير.